التواصل مستمر مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام في كل مكان، حيث أعلنت انطلاقة شوطنا الرابع في تعداد أشواط هذا الصباح، والشوط الرابع الخاص بالجعدان لقايا المهجنات الأصايل. نسير مباشرة إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول ونتعرف على هذه الأسماء من خلال هذه المشاركة. مستحيل محمد بن بخيت بن محمد المنصوري خذ المركز الأول، بينما المركز الثاني جلاد سعيد بن سالم بن لوتية العامري اللي أيضا خذ المركز الثاني في هذه اللحظات. شعار زحل صاحبة أول أشواطي هذا اليوم، نقلة مباشرة إلى شعار الخيلي أيضا مع العنيف عبد الله بن سيف بن مبارك الخيلي أيضا تقدم من خلال هذه المنافسة، نقلة إلى المركز الرابع. هذا مهيض خميس بن علي بن مرزوق المنصوري يتقدم ويقدم لنا هذا الاسم، يتقدم من خلال هذا الأداء المتميز خذ المركز الرابع. المركز الرابع ركز يا سعيد من خلال هذه المشاركة الرائعة والمميزة والجميلة في هذا الصباح. المركز الخامس وصول من الوحش محمد بن حمد بن مطر بن عمير الشامسي يصل في هذه اللحظات، والدخول الآخر القادم في هذه اللحظات والواصل هذا اللي هو ايضا نسناس مصبح بن عبيد بن علي الراشدي، وصول جديد ودخول من خلال تواجد الحنيش عبيد بن سلطان بن علي بن رشيد الكتبي، وصل ابو محمد دكتور الاصايل يتقدم من خلال هذه المنافسة والمشاركة. مرحبا بكل الحاضرين، مرحبا بكل المتابعين. وصل محمد بن هلال بن علي اليحافي قدم لنا مطلوب ايضا، بدا يتدخل من عمق الميدان وايضا يسجل حضور في هذا الشوط من خلال هذه المنافسه الرائعه. اخذ المركز الثامن، المركز التاسع شعار بن معتوق وصل مع الشبابي محمد بن معتوق بن شامس العامري، والدخول الاخر هناك من خلال هذا الاسم مشاهدين الاعزاء القادم من أبهل سلطان بن أحمد بالكيلة العامري، وصول من الشرقي اللي أيضا وصل عامر بن راشد بن خليفة بالمر النيادي يتقدم أيضا من خلال هذه المشاركة الرائعة. هذه نتيجتنا، نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى الصدارة. يا سلام يا سلام، الصدارة يا جماعة غير، المركز الأول غير، ناموس الوثبة مغاير. مستحيل محمد بن بخيت بن محمد المنصوري يأتي مع مستحيل في الصدارة الأولى في المركز الأول في مقدمة هذا الشوط. يا سلامي عليك يا بخيت يا الشاعر، يا الشاعر يا بخيت يا بن محمد المنصوري، يقدم لنا نجومية رائعة مع مستحيل. المركز الثاني، المركز الثاني العنيف عبد الله بن سيف بن مبارك الخيالي، المركز الثالث الحنيشة عبيد بن سلطان بن علي بن رشيد الاكتبي. وصل 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 بن رشيد، بدأ يتقدم دكتور الأصايل، بدأ يتقدم من خلال هذه المنافسة. مطلوب محمد بن علي أيضا ومحمد بن هلال بن علي اليحافي يتقدم على المركز الرابع. المركز الخامس هناك أيضا الوحش محمد بن حمد بن مطر بن عمير، وصل الشرجي، وصل الشرجي عامر بن راشد بن خليفة بالمر النيادي يتقدم من خلال تواجد أيضا الشرجي. يأتي الشبابي محمد بن معتوق بن شامس العام، الله 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 الله، عودة إلى الوثباوي، عودة إلى الوثباوي، الرقص وثباوي، الرقص وثباوي. والكيلومتر الأخير غير يا جماعة، غير يا جماعة مع مستحيل. مستحيل محمد بن بخيت بن محمد المنصوري، المركز الثاني الحنيش عبيد بن سلطان بن علي بن رشيد الكتبي، المركز الثالث مطلوب محمد بن هلال بن علي اليحافي، الشرجي قادم عامر بن راشد بن خليفة بالمر النيادي، واصل ايضا اللي هو الوحش، وصل محمد بن حمد بن مطر بن عمير، ولكن الحنيش قادم الله، الحنيش ومستحيل، الحنيش ومستحيل على الصدارة الاولى. مستحيل يتقدم،
ياتي محمد بن بخيت بن محمد المنصوري، وصل دكتور الاصايل، وصل دكتور الاصايل، وصل ابو حمود ليتقدم من خلال تواجد الحنيش العبيد، ياتي هنا بسلطان بن علي بن رشيد الاكتبي، ولكن مستحيل، لا حلول، لا حلول يا الشاعر على المركز الاول. محمد بن بخيت بن محمد ايضا بالسم المنصوري يقدم لنا مستحيل، وصل الحنيش، يوصل الحنيش عبيد بسلطان بن علي بن رشيد. اهالي العوير، اهالي العوير ايضا ياتون مع هذا الشعار بالسلامات، سلام لدكتور الاصايل علي بسلطان بن رشيد اخو الغزال. يا سلام يا سلام عليك يا بن رشيد اخو الغزال، صاحب الرموز وصاحب الانجازات مع مؤسسته الجن الرياسة، مشكور يا الدكتور، ما تقدم الا الشيء النادر. المركز الثاني مستحيل، هناك محمد الرخيد بن محمد المنصوري. المركز الثالث مطلوب ايضا لمحمد بن هلال بن علي حافي. المركز الرابع وصل فيه الوحش لمحمد بن حمد بن مطر بن عمير الشامس. المركز الخامس ايضا كان هناك العنيف عبد الله بن سيف بن مبارك الخيالي. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار الحنيش لعبيد بسلطان بن علي بن رشيد الاكتبي. تهانينا لايضا علي بسلطان بن رشيد على هذا الفوز والانتصار. تهانينا على هذا الاداء المتميز الذي قدم من خلال هذا الشوط رابع الاشواط مشاهدينا الاعزاء ومتابعينا الكرام. ناتي من خلال التوقيت الزمني ومن خلال رصد هذه الاحداث الجميله الرائعه المميزه، هنا التوقيت الزمني 6 دقائق 2:05 من الثانيه، 6 دقائق 2:05 من الثانيه. هنا مشاهدينا الاعزاء تهانينا لدكتور الاصايل. المركز الثاني 6 دقائق 3:06 من الثانيه. تهانينا لمالك مستحيل محمد بن بخيت بن محمد المنصوري. المركز الثالث وصل فيه مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام 6 دقائق 7 ثواني جزءا واحدا من الثانيه. تهانينا لمالك مطلوب محمد بن هلال بن علي اليحافي. هكذا كانت احداث هذا الشوط، وكان الحنيش لعبيد بسلطان بن علي بن رشيد الاكتبي. تهانينا.